كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام بخير. انت بخير. كم تتوقع تكون عيديتك هاي السنه هذا العيد؟ كثير. قد ايه؟ 12 دينار. شو بدك تشتري فيهم؟ العاب. كله العاب. كم تتوقع يصير معك عيديه هذا العيد؟ ان شاء الله 40 ليره. شو بدك تشتري فيهم؟ لا بخبيهم بالحصاله. كثير. يعني قد ايه؟ كثير. طب شو بدك تشتري فيهم؟ العاب. كله العاب. بيجي 20. برضو 20. شو بدك تشتري فيهم؟ العاب، اشياء كثير يعني. كيف حالك؟ كل عام بخير. وانت بخير. كم تتوقع يكون معك عيديه؟ 20. شو بدك تشتري فيهم؟ بدي اشتري فيهم اواعي. كم بدك يكون معك عيديه؟ 5. 5 دنانير. شو بدك تشتري فيهم؟ اواعي. 5. شو بدك تشتري فيهم؟ لعب. كلها العاب؟ ما بدك اواعي؟ بدي. كله بالخمسه بدك تشتريه؟ اه. ما بكفوا. بكفوا. كم بدك عيديه؟ 9. 9 دنانير؟ طيب شو بدك تشتري فيهم؟ العاب. 15 دينار. شو بدك تشتري فيهم؟ لعبه. بس؟ لا. الا؟ العاب. كلهم العاب بال 15 دينار؟ ما بدك تروحي تشمي هواء تلعبي بالالعاب؟ لا بطلع، انا بحب 5. 5 دنانير؟ شو بدك تجيبي فيهم؟ بجيب ليهم لعبه واشياء. بس لعبه؟ لا اشياء كثيره. هيك. 3؟ شو بدك تشتري فيهم؟ تلفون. تلفون بدك تشتري؟ 3 دنانير؟ ما بكفي. كم بدك يكون معك عيدية؟ 500. 500 شو؟ ريال. ريال. إيه؟ انت من السعودية؟ طب جاي راح تعيده هون؟ لا من السعودية. شو بدك تعملي بال 500 ريال؟ اروح مدرسة العاب. بكل ال 500 ريال؟ لا يعني اروح اتصور. تتصور. شو بدك تشتري؟ ملابس وجوال. 300. 300 ريال؟ ايه. شو بدك تشتري فيهم؟ العب من الالعاب. تلعب بالالعاب؟ ايه. بال 300؟ ايوه.